هذا المركز مخصص لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، التجهيزات في آخر مراحلها، التعقيم من جهة والملصقات من جهة أخرى، فالكل على قدم وساق. لأن نجد قوائم المترشحين المعنيين بالإجراء في هذه الثانوية حسب اللجان، ثم نجد كل لجنة تتمثل في قاعة، ونجد القصاصات يتتم عملية توزيع هذه القصاصات بألوان مختلفة، الأخضر والبني. المحطة الأولى الاستقبال، المحطة الثانية مقياس الحرارة، المحطة الثالثة التفتيش، والمحطة الرابعة هي تعرف على قاعة الامتحانات. الكمامة إجبارية، التباعد والوجال. هي يعني مهمة صعبة، ما نقدروش نقولوا سهلة، خاصة كاين شوية يعني نقولوا الوعي ناقص، الوعي ناقص، وخاصة عند التلاميذ. غرفة الأمانة هي المكلفة بتجهيز كل الملصقات والمعلقات الخاصة بالمركز. بالمقابل قاعة مخصصة لترتيب وتصفية أوراق الممتحنين. وعلى الهامش تحذير مكان لحفظ أدوات المترشحين. احنا هنا في هذه القاعة نفصلوا أولا الأوراق، نديروا المسودات، كل ورقة المسودة تاعها بالكاشي تاعها، ونرتبوهم. عندنا الماغون وحده والفيغ وحده، ونحسبوا 20، عندنا 20 في القاعة، نحسبوهم 20 من ورقة، ونتأكدوا باللي تاع اللغة العربية وحدهم وتاع اللغة الفرنسية وحدهم. كاين ديسبري دو جروب، نقصروا نضحكوا ميم طون نخدموا، لازم علينا نخدموا هكذا، نوجدوا للتلميذ باش يكون آلاز باش يلقى كلش واجب. هذا الساشي مخصص لأغراض المترشح، نحطوا فيه الرقم إكزومبل رقم 61، نعطيو له رقم 61، يكون رايح للدار يجي يعطينا رقم 61، حنا نروحوا ل 61 نجبدوا صاشي 61، الأغراض تاعو كامل داخل يدي أغراضه. كل هذه الترتيبات والتجهيزات حيا في وقتها من أجل احتسابها وترجمتها على شكل مستحقات. على الأكثر أسبوعا، فيما مضى لا كانت حوالي أكثر من 4 أشهر، يعني كان الامتحانات تجرى في شهر جوان، والموظف كان يتلقى الأجرة التعويض في ربما في شهر أكتوبر. ابتداء من العام الماضي بوجود الأرضية الرقمية يمكن أن يكون أسبوعي. أكثر من 2000 مركز إجراء يضع حالياً آخر الرتوشات من أجل ضمان جاهزيتها قبل انطلاق الامتحانات الرسمية.